أنتقل إلى أنقرة، إلى مراد البطوش. مراد، كيف علقت أنقرة على تطورات هذه الصفقة اليوم؟ يعني تعليق أنقرة جاء على المستويات. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب للأمة عقب اجتماع إلى مجلس الحكومة التركية في العاصمة أنقرة، رحبت أنقرة بإعلان قبول حماس على مقترح وقف إطلاق النار، وقال الرئيس التركي إن بلاده ترحب بهذا الإعلان بناء على توصياتنا بحسب ما جاء بتعبيره، وقال يجب على العالم أن يضغط على إسرائيل من أجل قبول هذا المقترح، وبالتالي الحديث عن توصيات تركيا هذا يعكس الاتصالات التي تجريها أنقرة مع قيادات حركة حماس. كان هناك اتصال سابق قبل الإعلان عن هذا المقترح ما بين الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، وأيضا كان هناك سلسلة من الاتصالات أجراها وزير الخارجية التركي مع نظيره القطري، وبالتالي أنقرة كانت مطلعة على تفاصيل المباحثات التي تجري في القاهرة حول هذا المقترح. تركيا تعتقد أن لديها حقية أن تكون جزء من الاطلاع على هذه المفاوضات، ليس بصفتها متضامنة مع غزة كبلد إسلامي، لكن لأنها أيضا علاقاتها التجارية بينها وبين إسرائيل تأثرت، والعلاقات الثنائية مع تل أبيب تأثرت بشكل مباشر بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. نذكر تماما أنه في الأول من مايو من هذا الشهر، أي قبل أيام، أعلنت تركيا انضمامها إلى محكمة العدل الدولية إلى القضية الإبادة الجماعية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. وأيضا كان هناك تطور لافت في الشهور الأخيرة كان أبرزه قطع العلاقات التجارية وتعليق الصادرات التركية إلى إسرائيل. إسرائيل تمثل الدولة الثالثة عشر بالنسبة لي الدول المستهدفة بالتصدير التركي، وبالتالي علقت أنقرة هذا القرار بناء على معطيين أساسيين وهما تدفق المساعدات ووقف إطلاق النار، وبالتالي تعتقد أنقرة اليوم بأنه في حال صمود هذا المقترح والموافق عليه من قبل إسرائيل والبدء بتنفيذه فإنه ربما سينعكس أيضا بشكل مباشر على إعادة النظر بعلاقاتها مع إسرائيل، لأن تركيا لم تقطع علاقاتها بالمطلق لكنها قدمت شرطين أساسيين لذلك. كان هناك أيضا تصريحات لوزير الخارجية التركي في وقت سابق يتحدث بها عن ضرورة انضمام مزيد من الدول، وأن تركيا يمكن أن تكون نموذجا لدول منزعجة من إسرائيل بالنسبة للإبادة الجماعية. اليوم الرئيس التركي أيضا تحدث عن موضوع المساعدات بالنسبة لغزة، وقال أن تركيا تحتل الرقم واحد بالنسبة للدول المصدرة إلى غزة بالنسبة للمساعدات، أكثر من 50,000 طن صدرتها تركيا خلال الفترة الماضية، وبالتالي فإن انعكاس هذا القرار سينعكس بشكل مباشر على الموقف التركي الذي علاقته مع إسرائيل بعد سنوات من إعادة ترميمها خلال السنتين الماضيتين انهارت بعد 7 أكتوبر عبر سلسلة من الإجراءات التي قامت بها تركيا، سواء بتجميد العلاقات الدبلوماسية بعد أن سحبت إسرائيل سفراءها من عدد من دول المنطقة بالنسبة لأسباب أمنية كانت من ضمنها أنقرة، وأيضا قامت تركيا باستدعاء سفيرها. هناك تعليق لاتفاقيات طاقة مشتركة، طاقة مشاريع طموحة ما بين البلدين، سواء بالتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط ما بين إسرائيل وبين تركيا أو عملية نقل الغاز من تل أبيب إلى أوروبا عبر تركيا. كان هناك زيارة لوزير الطاقة التركي ألغيت، وكان أيضا الرئيس أردوغان في الفترة التي عقبت طوفان الأقصى كان من المقرر يكون لديه زيارة إلى تل أبيب، وكانت العلاقات جيدة، لكن الآن هناك قطيعة واضحة على وجه التحديد ما بين القيادات السياسية التركية وما بين نتنياهو. ربما تحاول أنقرة فيها في المرحلة المقبلة بعد أن تصمد هذا المقترح أو يعاد تطبيقه ربما تعاد العلاقات، لأن تركيا كانت واضحة بهذا الشأن، لكن في هذه المرحلة تركيا ترحب. وكان أيضا هناك في الأسبوع الماضي كان هناك زيارة لإسماعيل هنية إلى إسطنبول، التقى خلالها مع مختلف النخب السياسية وحتى التيارات المعارضة الإسلامية في تركيا، وكان هناك ترحيب من قبل أوساط الداخلية التركية بموقف تركيا المتطور مؤخرا، وعليه فإن تركيا تراقب اهتمام وهي بطبيعة الحال مطلعة على مختلف تفاصيل عمليات التفاوض في المرحلة السابقة.